ومن أصول السلف ترك مجالسة أهل البدع، وكانوا يكررون لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. قال أبو الحسن الأشعري، والذي من الله عليه من الخروج من دائرة أهل البدع إلى دائرة علماء أهل السنة، وإن كان الأشاعرة أبوا أن يسيروا خلفه في هذا الطريق وبقوا في الدائرة الثانية التي كان فيها. يقول في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث، ومما قاله في هذا: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة. فقال ابن أبي زمنين رحمه الله: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم، يعني ولا طعنا مذموما عليهم. وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة فقد خرج من عصمة الله ووكل لها. يعني لا يزال الرجل صاحب السنة محفوظا بحفظ الله، فإذا أعطى أذنه لأهل البدع وكل إلى ذلك. ولذلك يا أخوة بالتجربة، أنه من اقترب من أهل البدع ابتعد عن أهل السنة ووقع في البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن استشرف لها استشرفت. مقصود الحديث أنك كلما كنت بعيدا عن أهل الفتن كلما كنت محمودا وكلما سلم لك دينك. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. في كلام سفيان الثوري هو خوف الفتنة، في كلام الفضيل خوف نزول اللعنة، لأنك إذا جالستهم فأنت منهم، وهم أهل وأحرى أن تنزل عليهم لعنات الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. فالسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحذرون من مجالسة أهل البدع، وهذا الأصل، أن السلفي يتمايز عن أهل البدع والأهواء، ولا سيما الدعاة إلى البدع، وأنه لا يجالسهم. والكلام يا إخوة هنا عن مجالسة أهل البدع الذين يدعون إلى البدع، أو الذين يفعلون البدع حال فعلهم، حال فعل البدعة، حتى لو ما كانوا دعاة. لكن مجالسة عوام أهل البدع في غير حال فعلهم للبدع فهذا أمر اجتهادي. إنسان عنده جيران من العوام يجالسهم ليتألف قلوبهم ويقربهم إلى السنة، لا حال كونهم يفعلون البدعة، فإن هذا أمر اجتهادي يدخله الاجتهاد. أما مجالسة دعاة البدع الذين يدعون إلى البدع وينظرون لها ويقومون بالدعوة إليها فإن هذا لا يجوز. مجالسة أهل البدع من العوام الذين لا يدعون إلى البدع لكن حال فعلهم للبدع فإن هذا لا يجوز. أما مجالسة عوام أهل البدع حال كونهم لا يفعلون البدعة فإن هذا الأمر أمر يعني اجتهادي يدخله يعني الجهل الاجتهاد.